أكبر لا إله إلا الله. عن زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا يفقد الناس إمامهم، يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه. وعن محمد بن عثمان العمري السفير الثاني قال: والله إن صاحب هذا الأمر يحضر الموسم كل سنة، فيرى الناس فيعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. كما يشير بعض العلماء، الحج فيه للمؤمنين بركات اللقاء بولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه. بعض العلماء يعتقدون أن كل من يذهب إلى الحج ممن هو أهل لذلك من المؤمنين، هذا يوفق للقاء ولي الله، وإن لم يشعر بذلك يرى الإمام ولا يشعر بذلك، وربما إذا يكون في درجة عليا يشعر بذلك أيضا. نظرة واحدة إلى الإمام ونظرة واحدة من الإمام ماذا تفعل؟ في القضية المعروفة أن تراب حافر جواد جبرائيل شنو أثرك؟ قال: فقبضت قبضة من أثر رسول، كان لها ذلك تلك القبضة، كان لها ذلك الأثر. جبرائيل وين مع عظمته ومقامه، وولي الله الأعظم نظرة واحدة إليه أو نظرة واحدة من، ماذا يترتب عليها؟ أي بركات تأتي في حياة الإنسان؟ سيدي